إطار البطولة شوية، لأن عندنا مفاجآت يوم الاثنين المقبل في تنظيم حفل الأفضل في الاتحاد الإفريقي. يعني على حد معلوماتي وهقول كلام على فكرة من خلال مصادر مهمة جدا، أولا ما زال حتى هذه اللحظة لم يحسم من هو أفضل لاعب في إفريقيا. المنافسة ما بين أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي ولاعب باريس سان جيرمان مع سيمون إدجرا لاعب كوت ديفوار وبرايتون، والأقرب أشرف حكيمي. أكيد أشرف حكيمي لعب باريس سان جيرمان، لعب ريال مدريد، لعب كأس عالم، قدم كأس عالم مذهل جدا للتاريخ للمنتخب المغربي. ما قدمه المنتخب المغربي يشفع له إنه يكون أفضل لاعب بأفريقيا حقيقة. رفقة ما بعرف ليش محمد صلاح مش موجود. الجائزة السنة دي اعتمدوا على فكرة اللي ما بيحضرش بيسحبوا اسمه خالص، ما بيترشحش. مش على المستوى الفني خالص، لأن صلاح السنة دي مكسر الدنيا. من احسن ثلاث لعيبه العالم محمد صلاح، ده حقيقه يعني هذا شيء فخر بالنسبه لنا كلنا. بس انا بشوف انه اشرف حكيمي هو الاقرب له منطقيا وفنيا. طيب اقول لكم بقى حاجه سريعه، النادي الاهلي باذن الله هو الاقرب، وده من خلال مصادر مسؤوله في الاتحاد الافريقي، الاهلي هو الاقرب للفوز بجائزه افضل نادي افريقي. إمريس فاي المدير الفني الإفواري الشاب الصغير الذي تولى المسؤولية أثناء البطولة هو الأقرب، ويمكن هذه معلومات من مصادر رسمية للفوز والظفر بجائزة أفضل مدرب إفريقي. حسين الشحات بيقترب بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقات الإفريقية. ويليامز حارس ماموليدي سان داونز بيقترب بقوة للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا. منتخب المغرب للسيدات بيقترب للفوز بجائزة أفضل منتخب على مستوى إفريقيا. المنتخب الإفواري هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل منتخب على مستوى إفريقيا للرجال. دي الجوائز المرشحة في يوم الاثنين المقبل في مراكش. والله للأسف أنه أنا كنت بحب أنه المنتخب المصري أو المنتخب الجزائري أو المنتخب المغربي منتخب عربي عودونا دائما يكونوا بالطليعة ويكونوا دائما على البوديوم على منصات التتويج. إن شاء الله المواسم الجاية قادمة، وإن شاء الله اللاعبين العرب دائما ما بيخيبوا الظن. أملنا بكرة بلاعبين النادي الأهلي، نادي الأهلي بمن حضر دائما بمستويات العالي، يظهر نادي الاهلي بشخصيه كثير كبيره، الجمهور مثل ما شفنا هون هلا هون بسوق واقف موجودين معنا بكره 40,000 متفرج ان شاء الله باللون الاحمر. ان شاء الله الفوز بكاس التحدي لمقابله ريال مدريد باذن الله ان شاء الله. انا زي ما اؤكد لحضراتكم معلومات من مصادر موثوقه في الاتحاد الافريقي، حسين الشحات في الايام الاخيره اسهمه زادت بنسبه كبيره جدا للظفر بجائزه افضل لاعب في افريقيا، واسهمه زادت بنسب يعني ليست كبيره على احمد سيد زيزو. يمكن خلال 24 ساعه سيتم غلق كافه التفاصيل والتحضير للاعلان عن الجوائز. النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا، وسيكون ممثل عن النادي الاهلي في هذا الحفل الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي في حفل مراكش يوم الاثنين المقبل الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. واحنا بنصل الحدث زي ما انتم شايفين معايا في الخلفيه رابطه مشجعي الاهلي ومسيرات هنا في سوق واقف تحضيرا لمباراه الغد. كابتن فادي عمري انا بشكرك بجد على حضورك وسعداء بوجودك. شكرا لك استاذ محمد، وان شاء الله لقاءاتنا باذن الله ان شاء الله مستدام ان شاء الله.